مرقالة دابا كنكيعمر الصيفية بالحق دابا الحمد لله ملي عدلوا هاد الشارع هذا يوميا عامر نهار على نهار. حنا بيدنا كنجيو لهنا كنطيلو خدامين وكنجيو في العشوية باش نشمو هاد الهواء ديال طنجة ديال مرقالة. يا السياحة كتجين هنايا كيجيو العائلة الصباح بكري كيجري وكاين اللي كيتمشى كاين اللي كيجيب والديه وحنا بيدنا عندنا الإخوان ديالنا كيجيو الصباح بكري وكيجيبوا الوالدة مسكينة مريضة بالسكر وكيمشيوها في هاد الشارع هذا مبقى حتى الراس يعني هانية والحمد لله. دابا الحمد لله فتحوا لنا الطرقان اي طريق من هنايا كطلع مرقاله كطلع الحافه كطلع جنان قبطان كطلع المرشان. مرحبا بالسياح السياح الحمد لله. دابا هذا العام هذا كنشوفهم عامين ما جاوش كورونا وكوفي. دابا ان شاء الله غادي تكون طنجه عامره على العوام ان شاء الله. دار احترام طنجة خاوة ديالي ما تبارشي بحالة أحسن مدينة وفهمتيني قوار دالعين بالأنواع والأشكال ميريكان الإنجليز هولندا روسو فهمتيني أي واحد كمشي معاهم وكاملين لا عمره سلعة وفهمتيني العائلات كيجيو تنين هاي العائلات عاو لا عمره سلعة وهادي كيجلسو كيخوضو راحتو معاو كنوقرون كيوقرونا هادي فهمتيني كيجي بنادم هيدا حلو تينا كاع تاع بوليس تاع هما دايرين هنايا وهادي حتى حنايا الامن حتى حنايا عساس عاوتاني الامن شي واحد سكران شي قام بالباله ولا هادي كضربو كتشبرو ولا شي حاجه شي شمكه كيبغي يبسل على بنادم كتجر عليه فهمتيني كنتعاونو مع بنادم هنايا من الاخر فهمتيني. مرقاله كتعمر خاو ديالي السبت والحد السبت والحد كتكون ستوك من جوج جهات خاو ديالي فهمتيني. الكورنيش اخترته لانه اول حاجه مكان التنزه النزهه فتلقائي من الناس كيجيو يتنزهوا فكيفكروا انهم ياكلوا وهذه الاكله اللي عندي انا يعني خفيفه على المعده يعني الثمن ديالها جد مناسب 15 درهم وكنبيع على كاليتي يعني ما كنبيعش يعني شي حاجه اللي هي هذا ولكن كنبيع على كاليتي وكيما غياكلوها هنا كيما غياكلوها في فرنسا من المنطقه اللي خرجت اول مره منها الكريب واحد المنطقه سميتها بغوتون تما في ديك لي زونفيرون ديال نونت وداك الشيء تما خرج الكريب اول مره دونك واحد شاف فرنسي هو اللي عطاني هاد التخليطه الرئيسيه ديالها يعني لا غوسيت كنخدموا بها فكتاكل هنا ما كتفرقش ما بين الكلمه تقدر تاكلها في باريس تقدر تاكلها هنا ما كتفرقش بيناتهم. الحمد لله هذه السنه هذه يعني من خلال البدايه ديالها كان بعض الرواج نسبي ايام نهايه الاسبوع وجاوا بعد يعني الزوار خارج يعني من خارج المغرب الجاليه المقيمه بالديار الاوروبيه وغيرها فجاو هاد الناس تقبلناهم كذلك تواصلنا معاهم الناس فرحانين بكونهم رجعوا للمغرب فشكون ما غاديش يفرح يرجع لبلاده الام اللي زعما كلي 3 سنين كلي عامين كل واحد وظروفه شحال ما جا فملي كيجيو الناس يعني كتبان بان الفرحه كتظهر على الوجه ديالهم وهذا امر زوين الحمد لله وكنفرحوا ملي كنشوفوا الناس فرحانين. ملي كيجيو الناس نتاع الجاليه الاوروبيه خاصه كيشوفوا طنجه وتيقول لك يا ودي راه ما كاينش واحد الفرق ما بين المدن الاوروبيه ومدينه طنجه. بالنسبه لكورنيش دابا وقتك حاليا قبل ما مازال نهايه السنه ديال الدراسيه والعطل مازال ما بداش بشكل رسمي فدابا كاين تقريبا جمعه سبت حد هي كتكون شويه قضيه الرواج مروجه ومن غيرها كتكون ايام عيد تبدو على مستوى التجاره.
واخيرا يعني كنختم الكلام ديالي بالترحيب بجميع المغاربه من كل الاطياف من كل المدن ومن كل دول العالم، المغاربه المقيمين خارج المغرب، فكنرحب بكم، كنقول لكم طنجه للجميع، المغرب للجميع، مرحبا بكم، نعيش كمغاربه كاخوان في الاسلام جميعا، يعني ندوزوا وقت زوين مع بعضياتنا بالاحترام وبالحب وبالخير ان شاء الله، فمرحبا بكم، هنا نحن ونحن هنا، والسلام عليكم. هنا يا اخي اجواء مزيانه، زعما تين هنا اجواء في الصيفيه كيكونوا الناس ديال الجالية المغربية، يعني أجواء زوينة هنايا في طنجة، الشام راك عارف معروف هنا الناس أصلا كيجيو السياحة لهنايا بزاف، أيامات اللي كيكون فيهم الرواج بزاف من الجمعة والسبت والحد، يعني هما أيام مزيانة ديال الخدمة هنايا، الكورنيج ديال طنجة كيكون هنايا الجمال ديالو أكثر من النهار، يعني بالأضواء ديالو والعائلات كيكون حسن، الهدف ديالنا حنايا هما الدراري نشطو ويضحكوا مع راساتهم كيمشيو فرحانين، الخدمه هنا كنبقاو حاطين 24 ساعه الصراحه، فوقاش ما جيتي غتلقانا من الصباح في الصباح حتى الليل. مرحبا بالناس الجاليه المغربيه كاملين وبالناس ديال اوروبا والداخل ديالنا، مرحبا بالناس كاع كاملين، مرحبا بهم في مدينه طنجه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.